بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في الفيديو ده ان شاء الله عن موازين القياس اللي احنا بنستخدمها في القياس السيكولوجي، ونجمع بواسطتها البيانات الخاصة بالتحليلات الإحصائية اللازمة للوصول إلى نتائج يعتمد عليها عند اتخاذ القرار. عندي تمهيد الأول لموازين القياس، وبنتساءل إحنا حياتنا كلها قائمة على التساؤل وعلى البحث على الفكر على تكوين كم من المعارف والخبرات. ففيما يتعلق بموازين القياس بنسأل نفسنا، هل يا ترى السلوك الإنساني مسبب ومدفوع وهادف؟ أي أن السلوك الصادر من بال البشر اللي بنستدل منه على الاتجاهات وعلى الخبرات وعلى الآراء الصادرة من الفرد، بنقول آه طبعا. كل منا يسلك أي يفعل أي يتصرف، فكل تصرف صادر منا له سبب، فلنتحرى هذه الأسباب لكي نستطيع أن نتنبأ بالسلوك الإنساني ونستطيع أن نعدله. وكل سلوك له دافع، وهذا الدافع دافع داخلي تختلف من شخص إلى آخر ولذات الشخص من وقت إلى وقت آخر. وأيضا كل سلوك صادر من بال البشر يهدف إلى تحقيق هدف معين، فإذا عرف السبب بطل العجب. فاحنا لازم نعرف لماذا كل منا يسلك كما يسلك. يبقى الخلاصة بتاعتي أن كل سلوك له سبب وله دافع وله هدف، وتختلف هذه العناصر من شخص إلى آخر ولذات الشخص من وقت إلى وقت آخر. بيقول هل السلوك الإنساني يتأثر بعديد من التيارات الوراثية والبيئية الواجب قياس تأثيرها؟ طبعا بيغلب على السلوك الصادر من كل منا المتغيرات البيئية بدرجة أكبر من التغيرات الوراثية. وإحنا عندنا مثل بلدي بيقول لك على الأصل دور، أي البيئة التي نشأ فيها الفرد واكتسب منها كم المعارف والخبرات والعادات والقيم والتقاليد ذات التأثير في السلوك الصادر من كل منا. بنتساءل برضو، هل القياس بيجيب عن ما مقدار كذا؟ طبعا، واحنا اتكلمنا في موضوع القياس في الفيديوهات السابقة كتير، وعرفنا ان القياس هو التعبير الرقمي او العددي عما نرغب في قياسه. يبقى اذا كل ما يصدر يجب ان يقاس، كل ما يصدر من سلوكيات يجب ان يقاس. فاذا معدلات الاداء يجب ان تقاس، لأن الأداء سلوك إنساني. بيقول لي إن التقويم يعتمد على ناتج القياس ويصدر حكما بمدى تحقيق الهدف وكيف نصل إليه. طبعا طبعا بالموافقة، لأن احنا اتفقنا برضه واتكلمنا عن التقويم هو أشمل وأعم من القياس ومبني على القياس. فكلما نجحنا في عمليات القياس استطعنا أن نشخص ونتخذ القرار الأكثر مناسبة لإصلاح الوضع أو إعادة الوضع إلى حالته الطبيعية أو الحالة المستهدفة. بيقول لي إن هناك فروق فردية بين الأفراد، طبعا كل منا يختلف عن الشخص الآخر، يختلف في المتغيرات طبعا الوراثية، ويختلف في المتغيرات البيئية، ويختلف في الخبرات كم الخبرات وكم المعارف. وبالتالي السلوك الصادر من كل منا سلوكا مختلفا. بيقول لي هل الفروق الفردية بين الأفراد فروق في الدرجة وليس في النوع فقط ويجب قياسها؟ موافق طبعا، لأن كل منا له مقومات تختلف من شخص إلى آخر، له متغيرات وعادات وقيم وتقاليد واتجاهات تختلف من شخص إلى آخر،
ومن ثم كل هذه عناصر الاختلاف يجب أن تخضع للقياس لكي نفسر ما سبب سلوك كل منا كما يسلك. بيقول إن وحدات القياس في الفروق الفردية في الظواهر السيكولوجية وحدات نسبية، موافق طبعا، لأن إحنا اتفقنا في قياس الظواهر الاجتماعية عملية نسبية، عملية نفسية، أما في الظواهر الجسمية فهي عملية واضحة تماما، المعاينة والقياس بيتم بطريق مباشر غير الظواهر النفسية، وبالتالي وحدات القياس في الفروق الفردية في الظواهر السيكولوجية فعلا هي وحدات نسبية تختلف من شخص إلى شخص آخر. هل الظواهر والسمات السيكولوجية بتتم قياسها بطريقة غير مباشرة؟ طبعا، لأن لا يمكن معاينة الظواهر والسمات السيكولوجية الخاصة بالفرد، لكن يستدل عليه زي ما اتفقنا من السلوكيات الصادرة منه. هل يا ترى السمات السيكولوجية تتوزع في الأفراد في منحنى طبيعي معتدل؟ المفروض طبعا، وإلا هنحتاج إلى تدخل وإعادة تعديل المسببات والدوافع والأهداف الخاصة بالسلوك. عشان كده بقول لي حال اختلاف توزيع سمات الأفراد على التوزيع الطبيعي يجب تحرير الأسباب. هي كل مهمتنا الفكر بتاعنا والنعمة اللي أعطاها لنا ربنا إن إحنا نتحرر لماذا يحدث ما يحدث، فلماذا تجيب عن الأسباب؟ لماذا ينخفض معدلات الأداء؟ لماذا تنخفض الروح المعنوية؟ لماذا نحقق ما نرغب في تحقيقه بدرجات متميزة؟ كل دي لها أسباب، لأن إحنا اتفقنا هناك أسباب مؤثرات ولها نتائج، ولها نتائج، هذه النتائج تابعة لمسببات معينة، فيجب إن إحنا نتحرى هذه الأسباب حتى نستطيع أن نفسر النتائج. الوسيلة بتاعتنا طبعا زي ما اتفقنا هو علم الإحصاء والأساليب الإحصائية والمقاييس الإحصائية اللي نستطيع أن ندرس بها العلاقات بين المتغيرات ونخضع هذه النتائج للتحليل والتفسير ومن ثم التنبؤ بغرض التحكم في الظواهر بتاعتنا، لأن احنا اتفقنا قبل كده أن الظاهرة نتيجة، فنحن نستطيع أن نتحكم في النتائج إذا درسنا كم هذه العلاقات وفي أي اتجاه ومدى قوتها، واللي هيساعدنا على كده التحليلات الإحصائية اللي احنا هنتناولها لاحقا إن شاء الله. عشان كده بنقول لا شك أن كل ما سبق من هذه العبارات يجب الموافقة عليه، وده تمهيد فقط عشان نعرف السلوك الإنساني وما هي العناصر الخاصة به سواء كان الأسباب أو الدوافع أو الأهداف، وما هي الفروق بين الظواهر الجسمية والظواهر النفسية أو السيكولوجية ووحدات قياس الظواهر النفسية. هنتكلم عن بقى موازين القياس اللي هي المسطرة بتاعتنا اللي هنجمع بيها البيانات عشان نستطيع أن نفسر ونحلل نواتج هذه الموازين لكي نتخذ القرارات الأكثر فعالية. فحقيقة الأمر أنا عندي أربع مستويات قياسية، هذه المستويات تتدرج زي السلم اللي قدام حضراتكم دلوقتي، يبدأ بالنومينال اللي هو الاسمي، والأوردينال اللي هو الترتيبي، والانترفال اللي هو خاص بالفئات المتساوية، والريشو سكيل اللي هو النسبي. فأدنى مستويات القياس قدام حضراتكم هو الاسمي، أرقى منه شوية الترتيبي، أرقى منه أكتر الفئات المتساوية،
وأرقى مستويات القياس هو المستوى القياسي النسبي، وهنعرف كل واحد منهم في الشرائح اللاحقة إن شاء الله. والرسم اللي قدام حضراتكم ده بيبين إن آدي الاسمي أو التصنيفي، ده نمرة واحد، يلي أكثر تقدما الرتبي أو الترتيبي، أكثر تقدما الفئات المتساوية اللي احنا بنسميه المقياس الفئوي، وأرقى هذه المقاييس هو المقياس النسبي. وهنشوف كل واحد من دول إيه حكايته. القياس الاسمي ده احنا بنسميه مقياس تصنيفي، لكن ليس له معنى كمي الا ان احنا بنعد عدد مفردات في فئة ما طبقا لخاصية معينة، قد تكون عدد الموافقين، عدد المفضلين، يفضل ولا يفضل، عدد من اجاب بنعم وعدد من اجاب بلا. صحيح اقدر اقسم عدد الموافقين على الاجمالي هيطلع لي نسبه الموافقين، وهكذا بالنسبه غير الموافقين، لكن ما اقدرش اعمل اي معالجات احصائيه على ناتج هذا القياس اكتر من كده. عشان كده بنقول ان هذا المستوى الخاص بالقياس التصنيفي مهم. صحيح ان انا هقدر اقسم الناس او المفردات الى فئات مختلفه، قد تكون فئات تعليميه او ساكني مناطق جغرافيه معينه او مستويات دخول او موافقه وغير موافقه، يفضل ولا يفضل، لكن هو حقيقه الامر هو ادنى مستويات القياس، لانه بعيد تمام البعد عن القياس الموضوعي في العلوم الطبيعية. وكل من حضراتكم يستطيع ان هو يعمل عملية توليد لهذه العناصر الخاصة بالمقياس الاسمي اللي احنا ممكن نستخدمها في الشغل بتاعنا او في المجال بتاع عمل حضراتكم. تعال نشوف المقياس اللي أرقى مني شوية، هو القياس الرتبي أو الترتيب. أنا برتب الناس تصاعديا أو تنازليا، مين نمرة واحد، مين نمرة اثنين، مين نمرة ثلاثة، سواء كان في البنود. وبعدين هقول طيب كم واحد قال يفضل الجودة نمرة واحد، كم واحد بيقول يفضل السعر نمرة اثنين، كم واحد بيقول افضل العبوة نمرة ثلاثة، وبعدين اجيب متوسطات كده خفيفة كل فئة عشان الادارة تعرف الناس اي هذه الفئات او اي هذه الخصائص ذات اهمية عند العينة اللي تم استطلاع رأيها وتهتم بيها. فاذا لقت الجودة نمرة واحد في المتوسط الأدنى بتاعه، لأن أنا نمرة واحد معنى كده ده تفضيل رقم واحد، يبقى هبتدي آخد المتوسطات بتاعتي الأدنى ثم الأرقى ثم تصاعديا يعني، وتهتم بقى إذا كانت الجودة نمرة واحد تهتم بالجودة نمرة واحد وتحسن من جودة المنتجات المقدمة فيها، إذا كان السعر تفضيله نمرة واحد يبقى تهتم بدراسة عناصر التي يتكون منها السعر وتحاول انها تخفضها عشان الناس بتحب السعر تفضيل رقم واحد فيما يتعلق باتخاذ قرار شراء منتج معين. وانا برتب بقى هذه البنود او هذه الخصائص 1 2 3 4 5 اللي فضل نمرة واحد واللي فضل نمرة اثنين، هل الفروق بين درجة التفضيل نمرة واحد واثنين زي الفروق بين درجة التفضيل رقم اثنين ورقم ثلاثة؟ بنقول لا. معنى كده ان الفروق في الفئات التفضيلية ما هيش متساوية، وطالما ما هيش متساوية يبقى المسطرة بتاعتي ما هيش مظبوطة قوي، لكن تديني مجموعة من الانطباعات العامة اكثر
طبعاً من المستوى القياسي الاسم. ونقدر برضو كل من حضراتكم كده في مجال الشغل بتاعه أنه يحط مجموعة بنود لها أهمية فيما يتعلق بمجال الشغل ويستطلع آراء العاملين. هم بيهتموا، هل يا ترى بيهتموا بالحظ نمرة واحد ولا المرتب نمرة واحد ولا بيئة العمل المحيطة به ولا بالنمط الخاص بالقيادة بتاعته؟ وعشان كده تبتدي الإدارة تقول ابتدي اصلح بقى، ان انا احسن بيئه العمل الداخليه سواء كان في الاناره او سواء كان في التكييف او سواء كان في التاسيس الاساس يعني، وتتخذ القرارات المناسبه. قد يكون الحوافز نمره واحد، يبقى اذا لازم تهتم الاداره باصلاح نظام الحوافز، لان الحافز ده مؤثر خارجي يحرك الدوافع الداخلية وينعكس على مستوى الأداء اللي هو يعتبر سلوك إنساني. أرقى من المستوى القياسي الخاص بالرتب التالي، وهو مقياس الفئات المتساوية. قلنا طيب في المقياس الترتيبي الفروق بين التفضيل نمرة واحد واثنين تختلف عن نمرة اثنين وثلاثة وتختلف عن نمرة اربعة وخمسة. طب احنا عاوزين نخلي الفروق دي فروق متساوية، بنحاول نقرب شوية للمقاييس الخاصة بالظواهر الجسمية اللي هي تتسم بالتساوي والثبات. فهنستخدم المقياس الخاص بهذه الفئات، وده أرقى طبعا من الترتيبي. عشان كده احنا اتفقنا من الأول إن أدنى مستويات القياس هو الاسمي، ثم الترتيبي، والأرقى من الترتيبي هو المقياس الخاص بالفئات المتساوية. فبحاول إن أنا أخلي الفروق بين الفئات لسمة معينة أو خاصية معينة تتسم بالتساوي، وأستطيع أن أجري بعض التحليلات الإحصائية والرياضية على ناتج هذا المقياس بدرجة أكبر من المقياس الترتيبي، وبالطبع أرقى من المقياس الإسمي. أنا عاوز أحدد الفئات بالتساوي والثبات بتاعها، ولازم أتضمن يا أخي إن أدام ما نقيسه من تفضيل أو من ولاء أو إلى آخره، فلازم ألجأ إلى مقياس آخر، وهو المقياس التالي، وهو أرقى مستويات القياس، وهو القياس النسبي. القياس النسبي ده على جانبين، الجانب الأول بيتضمن انعدام السمة التي نقصها او الخاصيه اللي احنا بنقيسها، وبالتالي بتاخد صفر، بنسميها الصفر المطلق. انعدام ما نقيس من سمات او من خصائص طبقا لاراء واتجاهات الافراد، وتمام ما نقيس اللي هو 100%. يبقى انا عندي الصفر المطلق في جانب و100% في جانب اخر. الصفر المطلق يعبر على انعدام السمة أو الخاصية، والمئة في المئة تعبر عن تمام توافر هذه السمة أو هذه الخاصية. ولنا حرية بقى مطلقة إن احنا نختار أي نسبة مئوية طبقا للواقع النفسي الخاص بالأفراد. وبالتالي ناتج هذا القياس اللي هو القياس النسبي أقدر أستخدم كافة الطرق الإحصائية والرياضية في عمليات التحليل للوصول إلى النتائج، وتتسم بالثبات بدرجة كبيرة في اختبارات طبعا للتحقق من ثبات الاختبار وصدق الاختبار ودرجات التوافق بتاعتي، عشان أقدر أعمم النتائج بتاع العينة بتاعتي على المجتمع، وأنا واثق بمعامل الثقة
معين بيحدد احصائيا طبعا في ستاتستيكال باكج طبعا زي ما هناخد بعد كده في التحليلات من ارقى الباكج الاحصائيه اس بي اس اس اللي هي الخاصه بالعلوم الاجتماعيه اللي هو في المجال بتاع القياسات بتاعتنا. يبقى اذا القياس النسبي هو ارقى مستويات القياس لتضمنه الصفر المطلق اي انعدام توافر الصفه محل القياس وتمام الصفه في حاله المئه في المئه وبينهما من درجات تتراوح بين الصفر وبين المئه في المئه. يبقى اذا في النهايه بقول ان ادنى مستويات القياس الاسمي ثم الترتيبي ثم الفئات المتساويه ثم القياس النسبي. عشان كده احنا بقدر الامكان بنحاول ان احنا نعتمد على القياس الاسمي بتاعي واديله جايزه بقى اللي يقدر يحول كافه البنود الخاصه بالاختبارات النفسيه والاستقصاءات والاستبيانات الى مقاييس نسبيه هنقدر نصل ان شاء الله بالتحليلات الاحصائيه الى مستوى ارقى بكتير من المقاييس السابقه. كل المقاييس السابقه الاربعه بنستخدمها بس المهاره بتاع مصمم اداه القياس ان هو يعرف يستخدم اي من هذه المقاييس لما يرغب في قياسه. افكر حضراتكم احنا لازم نبقى عارفين ماذا نقيس ولماذا نقيس وكيف نقيس. يبقى كيف نقيس باستخدام هذه الموازين الأربعة. بنيجي في النهاية خلاصة موازين القياس طبق المستويات بتاعتها. عندي مستوى قياس وصفية اللي هو المقياس الاسمي والترتيب. مستويات القياس الكمية الرقمية العددية، المقياس الخاص بالفئات المتساوية والمقياس النسبي. يبقى تأكيدا بنقول ان ارقى مستويات القياس هو المستوى النسبي، اقل مني شويه الفئات المتساويه، ده بيتعلق بالقياسات الكميه، اللي اقل من الفئات المتساويه شويه الترتيبي وادناهم الاسمي، وده يتعلق بالمتغيرات الوصفيه. شكرا جزيلا.